يحصل من الأول؟ في البداية كان تعارف، تعارف عادي. أنا كان معايا عربيتي، عربية قطعت بنزين، مفيش بين البنزينة وبين العربية مش كتير، فمحتاجة حد يساعدني وبتاع. هو بجنتلته كده، وقف في حاجة بتاعي الكلام ده كله. العربية عطلانة ومحتاجة ادخلها بس البنزين عشان اقدر ان انا، طب هساعدك يعني، مفيش مشاكل. ساعدني وودينا عربية البنزينة وكده وفولت العربية واتعرفنا بقى. هو اللي عرض عليك الجواز العرفي ولا انت اللي كنتي عارضه عليه؟ مين صاحب الفكره الجهنميه؟ هو اللي عرض يعني. هو اصلا ما كانش في دماغه احتماليه ان يتجوزك شرعيا؟ لا، كان في احتماليه بس ما احنا شايفين ان ما ينفعش. كان هيقول لمراته ايه؟ كانت هتوافق؟ هو كان عنده استعداد ان هو يواجه مراته لان هو ما كانش فارق مع مراته اصلا. طب قولي لي، عمل معاكي ايه اللي بتحبيه ده؟ اللي بحبه ده لما لقاني هتخطب، تمام. وبالفعل انا خلاص اتخطبت. بدأ يقول لي او بدأ يعمل حاجة في الواقع مش كويسة يعني، بدأ مش انا بقى، لاني انا لما بدأت ان انا واجهه وهو يواجهني احنا بنخش في صراع مع بعض وحش قوي. بنختلف جامد جدا. فانت انت هو هيجيبني انا ازاي؟ فان انا ههددك عشان انت هتجيني. بدا عمل اكونت كده فيك، وبدا يخش على زمايلي على الفيس كلهم، تمام، ويكتب عني كلام مش كويس، وان انا بنت شمال، وان انا بعمل حاجات مش كويسه، وان انا كمان محدش يقرب لها كجنس عشان هي عندها مرض. فبعت كمان لخطيبي وحصل طبعا مشاكل، تمام، الكلام ده كله. لا، لحد اخر وقت هو خطيبي مش مصدق. طيب كملي. في حد تاني كان برضو هنرتبط، تمام. حد تاني ايه؟ انت فسختي مع الاولاني علشان تيجي ما خلاص تاني؟ الخطوبه خلاص اتفشكلت بقى والشخص ده خلاص. علشان الموضوع ده ولا علشان مواضيع تانية؟ لا، عشان مواضيع تانية. لكن هو ما صدقش عليكي حاجه. لا، هو والتاني ده ما طلعش الورقه العرفي ليه وراها لخطيبك الجديد؟ ما هو الجديد بقى، تمام. الجديد ده بقى وصل له شخصيا كمان. وقعد معاه ولعب في دماغه لعبه حلوه يعني. طلع الورقه بقى. جميل، ما طلعش في الاخر. قال بس عن الورقه. قال عن الورقه، فهو قال له طب خلاص اوكي انا عايز اشوفها. قال له ماشي هتشوفها، لكن ما تاخدش منها صوره ولا تاخدها. انتوا مش شايفين وشها، لكن انا بقى قاعده قدامها هتجنن. واحده بنت ناس طيبين اتجوزت راجل سواق بيجري على جوازه تانية وعيال ويا دوب يكفيهم، وطبعا كان لازم تبقى عرفي. نهينا بقى عن التوافق الاجتماعي ونقول الحب بيغني وبينسي، لكن خلينا متفقين، ما دام الجوازه التانيه غير شرعيه يبقى اكيد مش مكتوب لها الاستمرار، ويا ريت سابها بعد كده تتجوز تاني وتكمل حياتها. لكن للاسف ورقتها اصبحت مشنقتها اللي هتجري منها بقيه حياتها. فاصل ونرجع لكم. خيوط الحرير اتعقدت، والنتيجه بنوته صغيره مشوارها طويل مع اثبات نسبها لابوها الشهيد. انت ايه اللي جوزك وانت صغيره كده يا نتا؟ طلعت من المدرسه عشان اتجوزه. تصرفي على بنتك ازاي؟ اتجوزت عرفي 3 مرات.